اهلا بيكم متابعين قناه الصحه والجمال، برنامج بكره احلى في حلقه جديده من البرنامج. دور المراه في المجتمع بقى مهم جدا، واحنا لازم نسلط الضوء عليه، خاصه بعد تقلد المراه العديد من المناصب القياديه في مصر. طبعا القياده السياسيه بتوجه المجتمع بشكل عام بالاهتمام بالمراه، شفنا المراه بقت محافظ ووزيره وبتتقلد العديد من المناصب. عشان كده احنا هنا في محافظه الدقهليه بنستعرض ابرز القيادات النسائيه اللي موجوده في محافظه الدقهليه، والنهارده معانا شخصيه من الشخصيات اللي وصلت لمكانه اجتماعيه مهمه جدا في بلد وقرى ريفيه، وده تقريبا على ما اعتقد بيبقى صعب جدا في الريف عن المدن. عشان كده هنتكلم النهارده مع الاستاذه امل حمدي، رئيس الوحده المحليه بكفر الوكاله، قريه كفر الوكاله تابعه لمركز شربين محافظه الدقهليه. اهلا بيكي يا استاذه امل معانا. حضرتك واسره البرنامج. اهلا بيكي. في الاول في البدايه عايزين نعرف مين هي الاستاذه امل حمدي، رئيس الوحده المحليه بكفر الوكاله. انا اسمي امل حمدي عبد الغني، من مواليد كفر الحطبه شربين، عندي 39 سنه، حاليا رئيس الوحدة المحلية بكفر الوكالة. كنت مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بالحصص، ثم أصبحت مدير شؤون العاملين بالحصص، ثم انتقلت إلى المنصب رئيس الوحدة المحلية بالوكالة. إزاي حضرتك علمتي بقرار تعيينك كرئيس وحدة محلية؟ كان جالي تليفون من احد قرارات رئاسه مركز مدير شربين بهذا القرار. انا رد فعل حضرتك هو بصراحه كان مفاجاه، بس كان بيغمره بعض الفرحه. الأستاذة أمل حمدي، بعد قرار تعيينك كرئيس وحدة محلية، دور الرجل إيه في حياة الأستاذة أمل حمدي؟ خاصة لو هنتكلم بشكل كوميدي شوية ونرجع للزمن الجميل وفيلم مراتي مدير عام، هل حضرتك واجهتي صعوبات في الوظيفة أو تقلد الوظيفة، ولا الموضوع كان بالنسبة لك سهل؟ لا، هو بالنسبة لي الموضوع كان يعني إيه متوسط شوية، لأن أنا أصلا كنت بعمل أيامها مدير شؤون عاملين في الوحدة المحلية في الحصص، فكان بقتضي العمل إن أنا بتأخر شوية. إنما لما تعينت بقى مدير رئيس الوحدة المحلية بالوكالة تطلب منه الموضوع شوية تضحية شوية، الموضوع كان صعب في الأول، بس بعد كده خلاص تأقلمت وعرفت أوافق ما بين البيت وبين الشغل. وفي الاول يعني كان بدا شويه زي الفيلم مراتي مدير عام، بس الحمد لله كل الامور بقت تمام. طيب ده بالنسبه للبيت. طب حضرتك بتقدري تسيطري ازاي على الرجل في العمل كرئيس وحده محليه؟ اكيد حضرتك بيخضع تحت رئاسه حضرتك العديد من الموظفين، بتواجهي صعوبات، بتقابلي ده ازاي؟ بتتعاملي مع الرجل ازاي؟ وبتتعاملي مع العنصر النسائي ازاي؟ لا، هو العنصر النسائي التعامل معاه بسيط جدا، مش مستاهل اي حاجه، لان مهما كان بيفهموا بعض شويه. العنصر الرجالي هو يعني واجهني في الاول بعض الصعوبات، بس بعد كده الامور بقت سهله. اول ما يعني الصعوبات اللي قابلتنا بعض الموظفين ما تقبلوش فكره ان ازاي واحده ست واصغر مننا وهتيجي مدير علينا، لكن بعد كده هم بنفسهم اعترفوا ان الموضوع ده يعني لقوه ابسط ما يمكن، وتشرفوا او حبوا الموضوع ده بصراحه. اتعاملوا مع واحده ست، اتعامل معاها بيبقى اسهل شويه من التعامل مع الراجل. يعني احتوت الموضوع، هم ساعدوني كتير، الموظفين اللي معانا في الشغل بداوا يعني بداوا يتعاملوا معانا كاننا مثلا واحده زيهم من بلدهم، اختهم، بلاش والدتهم كبيره شويه. دول الراجل بالنسبه لي قسم العالم قسمات، اولهم والدي ربنا يمتعه الصحه يا رب وطوله العمر، هو اللي دعمني ماديا ومعنويا لحد الان. كذلك اخواتي برضك نفس الدور، بيدعموني دايما ويحاولوا يدوني من خبراتهم. بالنسبه لزوجي برضك دعمني ماديا كتير ومعنويا، في بعض مشاكل كانت واجهتنا ايام في الاول، بس في اول منصب لان كنا بنتاخر ساعات بره شويه، كانت عملت شويه مشاكل بس لكن الان في تفاهم. بالنسبه للرجال اللي معايا في الشغل، يعني كانوا في الاول بس معترضين على حته ازاي، مش متقبلين فكره ان ازاي تبقى واحده اصغر مننا سنا وواحده ست انها تيجي ترقصنا في يوم من الايام، لكن الان بالتفاهم والحمد لله وممارسه العمل بقينا دلوقتي اكتر من اصدقاء، وفادوني كتير بخبراتهم، وبعتمد عليهم كتير قوي معظم الاوقات، بالذات لما يكون في شغل مثلا بيتطرق لاخر نص الليل مثلا ولا حاجه. مشكله الصرف الصحي من المشاكل اللي بتواجه الكره في مصر كلها بلا استثناء، وده اكيد يعني من فترة مش كبيرة. هل في مشاكل خاصة بالصرف الصحي وواجهتوها ازاي؟ وايه هي الخطط اللي ممكن بتشتغلوا عليها في الفترة اللي جاية؟
تمام. احنا طبعا في الارياف هنا لازم في قرى بتبقى اكيد محرومه من صرف الصحي. عندنا ابرز قريه موجوده عندنا حاليا هي قريه المربع تبع الوحده المحليه بكفر الوكان. هي الموضوع فيها متازم شويه، محتاجه صرف صحي فعلا. بتواجهنا مصاعب كتير بالذات في فصل الشتاء، طبعا وجود الامطار وبالذات السيول الفتره الاخيره، وطبعا مع الصرف الصحي بتبقى كارثه بالنسبه للبلد. لكن احنا بنحاول نواجه الموضوع ده ان احنا بنستعين بالمعدات بتاعتنا. طبعا في الارياف لازم في قرى كتير بتبقى اكيد محرومه، بس يعتبر الابرز قريه عندنا هي اللي مفتقده لهذه الخدمه هي قريه المربع تبع الكفر الوحده المحليه بكفر الوكان. المشكله ان هي بالذات بتتفاقم جدا في موضوع في فصل الشتاء بالذات، لان طبعا وجود الامطار مع المياه الصرف الصحي بتبقى كارثه بالنسبه للبلد. لكن احنا بنستعين بالمعدات بتاعتنا وبالذات بالمعدات رئاسه مركز مدينه شربين ومعدات مرفق مياه الشرب بشربين. الموضوع اللي حصل فيه احنا قدمنا، وسياده النائب قبل كده برضه قدم جواب للمحافظ لان هي قطعه ارض املاك دوله، وفي الفعل من فتره بسيطه جدا تم الموافقه عليها من قبل السيد الدكتور الوزير محافظ الاهليه الدكتور ايمن مختار ان هو وافق على اقامه المشروع ده، والان جاري البدء في اعتماد مالي بخصوصها والبدء فيه. مشاريع الطرق برضه الطرق يعني خاصه بالقرى يعني هل في خطط برضه اكيد احنا كل سنه بيجي لنا خطه استثماريه لازم نوضع فيها اي كان المشاريع اللي هي الشوارع المحتاجه فعلا الرصف، وان شاء الله في خلال شهور هيتم تنفيذ هذه الخطه. كنت عايز اتكلم مع حضرتك بما ان مصر بتشهد حاليا انتخابات برلمانيه، حضرتك هل كان في تنسيق بينك وبين المرشحين اللي نازلين الانتخابات حاليا في الدايره او في المنطقه؟ واجهتوا صعوبات؟ كان في مشاكل؟ كان في اي حاجه خاصه بالعمليه سواء في البانرات الحاجات دي كمان؟ كنت عايز برضو اتكلم مع حضرتك برضو في الدعايه الخاصه بالمرشحين. اغلب المرشحين لازم بياخدوا تصاريح من حضرتك، هل واجهتوا اي صعوبات مع المرشحين ولا الموضوع كان؟ لا ابدا ما فيش اي مشكلات ولا اي حاجه، هم التزموا بالاماكن اللي احنا قلنا عليها لوضع البانرات، لكن المرشحين والمؤتمرات الانتخابيه بتاعتهم بتتم في احسن. كان في رقابه من حضرتك طبعا اكيد عن المؤتمرات؟ اكيد طبعا اكيد. بتوجههم بالاجراءات الاحترازيه عشان خاطر كورونا اكيد ده لازم اي قبل اي مؤتمر لازم ياخدوا استعدادهم والاجراءات الاحترازيه للمواجهه دي، ما ينفعش يبقى فيه لان اصلا كان من فتره ممنوع التجمعات. فاحنا لما رجعنا نفتح تاني لازم اهم حاجه بنراعيها هي الاجراءات الاحترازيه. تمام. رساله اخيره لحضرتك توجهيها لاهل كفر الوكاله والقرى المحيطه ليهم سواء بمشروعات قادمة أو رسالة خاصة لحضرتك؟ الرسالة أحب أوجهها لأهالي كفر الوحدة المحلية بكفر الوكالة، بقول لهم إن الوحدة بتقدر اللي بتقدر اللي عليها بتقدر تعمله، وإن بطلب منهم إن هم يتعاونوا معانا بشكل أفضل لحل هذه المشكلة. إحنا بنشكر حضرتك جدا في اللقاء ده، وإن شاء الله بنتمنى لحضرتك التوفيق بإذن الله. وده الدور الخاص اللي بتقدمه المرأة سواء في المدن أو في القرى، دور مهم جدا وواجبنا احنا ان احنا نسلط الضوء عليه سواء كان مشاريع خاصه او قيادات نسائيه او شخصيات عامه. هنطلع فاصل برضو نشوف لقاءات مع ابرز الموظفين في الوحده المحليه ونشوف ارائهم ايه عن الاستاذه امل حمدي، وكمان هناخد برضو لقاءات مع وحدات صحيه ونشوف واجهوا برضو ازمات خاصه سواء كانت كورونا او ازمات صحيه مثلا لو كانوا في ازمات عندهم، ونرجع لحضراتكم تاني. الحمد لله رب العالمين. الاستاذ جمال الديب سكرتير الوحده المحليه بالوكاله، محل الميلاد منشاه النصر شربين ده اهليه. تاريخ التعيين ان شاء الله يعني 1989، تعينت في الوحده المحليه بالوكاله كموظف. مسكت مسؤول حجوزات بالوحده حوالي 25 سنه، وبعد كده أحلوني أنني أبقى مسؤول متابعة بالوحدة، فاشتغلت بالوحدة مسؤول متابعة حوالي 5 سنين. وكان معانا الأستاذ محمد عجينة رحمة الله عليه، كان رئيس الوحدة المحلية واتوفى، وفضلت الوحدة فترة بدون رئيس وحدة وبدون قيادات، فاختاروا ناس مننا يأهلونا كرؤساء وحدات أو سكرتيري أو كان أو كلام من ده. فاتقدمنا ترشحنا، كان معايا الاستاذ عادل عبود
اترشح. بعد كده تقدمت الأبلة أمل تبقى رئيسة وحدة محلية، والحمد لله استقبلناها استقبال كويس، ولقينا فيها برضك إن هي عندها استعداد تبقى رئيسة وحدة وعندها نشاط، فوقفنا جنبها برضك كلنا الإدارة الهندسية الأستاذ حسن يوسف وجميع الموظفين بالوحدة، والحمد لله والشكر لله اتعاوننا معاها ومفيش تفرقة بيننا وبينها، والحمد لله كلنا وحدة متعاونين وكويسين والأمور تمام، ومع الأستاذ حسن يوسف رئيس الإدارة الهندسية. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن يوسف السعداوي رئيس قسم الهندسة بالوحدة المحلية بالوكالة. طبعا منتهى الأمانة، أول ما جت أنا موظف بقالي 33 سنة، أول ما جت الأستاذة أمل كان في غضاضة أن نتعامل معها، لأن أول مرة أتعامل مع قيادة نسائية. منتهى الأمانة، فيما بعد احنا شوية شوية تدرجنا في العمل مع بعض. بمنتهى الأمانة هي عملت اللي ما عملوش رجالة، والله بمنتهى الأمانة ومنتهى الصراحة، اما تبقى ست وعندها أسرة وعندها بيت وبتركب مسافة وتيجي تبقى متواجدة في مكان العمل للساعة 10 بالليل و11 بالليل، ده ما حدش يعني في بعض الرجال ما كانوش بيعملوا الكلام ده. فبمنتهى الأمانة احنا ساعدناها برضو، ساعدناها لأنها تنجح، يعني الأستاذ جمال واني ساعدناها لأنها تنجح، ومنتهى الأمانة هي أدت عملها زي احسن راجل، يعني ما فيش رجاله يعمل له هي عملته بصراحه. في موضوع املاك الدوله عملت مجهود جبار، اول عقود طلع عندنا بالنسبه ديت في عهد الاستاذه امل، اول مره تحصل ان يطلع عندنا عقود تمليك في الوحده المحليه بالوكاله بالعدد ده كانت الاستاذه امل. قبل كده لان بسم الله ما شاء الله طبعا بيشتغل كمبيوتر، روح سجل على المنظومه في المحافظه وما شاء الله يعني عليها نظيفه وقياده محترمه وقياده يعني واعده ان شاء الله، فربنا يوفقها يا رب، واحنا سعداء بيها والله معانا وربنا يوفقها. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور وليد الشهاوي، طبيب اول مركز طب الاسره بكفر الوكاله ومركز الكلى. احنا يعني بالنسبه لشغلنا احنا هنا في المستشفى، احنا بنحاول الأستاذة أمل كرئيس وحدة محلية، هي أو أيا كانت سواء هي أنثى أو رجل، ما شاء الله هي متعاونة معنا جدا، بتحاول تسهل أو تبسط لنا الأمور لما بنعوزها في حاجة بنلاقيها. بالنسبة لمركز طب الأسرة احنا إن شاء الله بأمر الله يعني احنا بنحاول برضو ساعيين وجاهدين على إن احنا بنقدم الخدمات اللي في قدر المستطاع بتاعنا، وبنحاول إن احنا نكون يعني الإيد المساعدة للمريض بأي شكل. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الاستاذة امل دايما تكون مادة ايد العون لنا لما بنعوز حاجة في اي حاجة بالنسبة للمستشفى ولا الكلام ده، هي بس تقدم لنا المساعدة في الوقت المطلوب. لكن هي ما شاء الله احنا هي كرئيسة وحدة ما شاء الله هي انشط من اي رجل، وهي كويسة جدا وما شاء الله متعاونة معنا جدا. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفترة الجاية تكون اكتر واكتر. احنا في مرحلة كورونا اللي فاتت كانت هي مقدمة لنا يد العون، كنا بنعمل لقاءات في المدارس ولقاءات في وندوات في النادي وفي مركز شباب وفي جمعية تنمية المجتمع، بنحاول نوعي الناس، بنحاول نقدم المساعدة للناس بكل شكل على اساس ان دي حاجات احترازيه لازم تكون البلد عارفاها. فكانت هي بتقدم لنا بتعامل يعني ندوات ثقافيه في المدارس، في كل مدرسه على حده، واحنا كنا بنروح لها وبنشتغل مع بعض، وهي ما شاء الله ربنا يبارك فيها، ومبسوطين جدا ان هي معانا وربنا ييسر لها امرها ان شاء الله بامر الله. وبشكركم جدا على تعاونكم معانا، وان شاء الله بامر الله تزورونا كوحده كمركز طب اسره المره الجايه ان شاء الله بامر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي علي عبد الفتاح بدير حامد من ابناء كفر الوكاله، اعمل بوظيفه مدير مالي واداري بمركز طب الاسره بكفر الوكاله. وزي ما تفضل الدكتور وليد وقال ان الابله امل دايما معانا على الخط في كل حاجه ان شاء الله، اما بنحتاج اي حاجه دايما على اتصال بيه، لان طبعا احنا عندنا مشاكل كتير بالنسبه للصرف او للميه او للطرق او الكلام من ده، دايما بنستعين بالابله امل وبيكون ان شاء الله خير معين. وطبعا احنا بقدر الامكان بنحاول نحل مشاكلنا. الدكتور وليد بيتفضل بيتصل بالقيادات ومديرة الإدارة الدكتورة سلوى، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب، هي برضو عنصر نسائي والحمد لله بتوفر لنا كل السبل، والأستاذة أمل دايما دايما واقفة جنبنا في كل حاجة، وما بنحتاج أي حاجة بنروح لها إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين وشرفتونا. الانتخابات البرلمانية صراع شرس في الدعاية الانتخابية بين النواب. النهاردة احنا عند مرشح من المرشحين اللي بيخوضوا المعركة الانتخابية في مركز شربين وديكارنس وبن عبيد، بيخوض معركة انتخابية
بطريقة غير تقليدية، بطريقة تقريبا معظم الشباب ومعظم الناس بيحبوها، طريقة اللي هي إن هتحبني هتديني صوتك، ولا ما بيعملش تجمعات، ما بيعملش الدعاية الانتخابية الشرسة أو حرب الدعاية الانتخابية، تقريبا متواضع جدا بطريقة لفتت الانتباه في دائرته، خلت الكثير من الشباب يقف وراه في صف. دكتور صبري بديع عبد المطلب، رقم 26، رمز الحاسب الآلي أو الكمبيوتر، بيخوض معركة انتخابية في مركز شربين بني عبيد ودي كارنس بطريقة غير تقليدية. هنعرف أكتر ونعرف تفاصيل عن الدكتور وحياته وكمان منزله المتواضع جدا اللي تقريبا لفت الانتباه نحنا وإحنا قبل ما نصور وقبل ما نبدأ التصوير. تعالوا نشوف حياته بدأت إزاي، وكمان المعاناة قبل دخوله الجامعة أو قبل إن هو ما يبقى دكتور في الجامعة. هنعرف عنه تفاصيل كتيرة وهيحكي لنا عن حاجات كتيرة، بس تعالوا الأول نشوف منزل مرشح من المرشحين اللي بياخدوا الانتخابات. هل الشخصيات اللي زي كده ممكن بيبقى عندها فكر معين؟ هو أستاذ في علم الاجتماع السياسي بجامعة دمياط وبكلية الأداب جامعة دمياط. تفاصيل مهمة بتهم الشباب، بتهم المجتمع، بتهم الحياة السياسية في مصر. تعالوا هنشوف الأول منزل الدكتور صبري بديع، وحوار كمان هنقوم نعمل حوار معاه ونعرف هو ليه خاض الانتخابات البرلمانية، وهنتكلم معاه بكل شفافية في كل حاجة تقريبا علشان نعرف ايه هو برنامجه الانتخابي وبيتكلم عن ايه. تعالوا معانا نقدم لضيوف فؤادي المشروبات، قمه في التواضع، قمه في الاخلاق. هنتكلم النهارده معاه عن حياته وعن بداياته وليه خاض الانتخابات المره دي والمعركه الشرسه اللي بنشوفها في الدعايه الانتخابيه وكل حاجه. احنا بنرحب بحضرتك معانا وسعداء ان احنا ضيوف عند حضرتك النهارده في قناه الصحه والجمال، برنامج بكره احلى، وان شاء الله بكره احلى مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. لكن الاول تعالوا نشوف كده يافطه تقريبا من الدعايه القليله جدا اللي عاملها الدكتور صبري، بياخد الانتخابات بمعركه غير تقليديه، يعني حاجه غريبه شويه. قلنا الموضوع بسيط وممكن يكون فيه فكر يخدم الدايره، وممكن يكون الموضوع ابسط من الناس من بتتخيله. هنعرف اكتر النهارده، هناخد حوار بسيط هنا مع الدكتور صبري، يتكلمنا عن بداياته وحياته العلميه والدراسيه، وكمان فكره ان هو خاض الانتخابات ليه وايه الهدف منها. برحب بيك. اقدم بخالص شكري وتقديري الى قناه الصحه والجمال، وطبعا الاستاذ احمد والساده المخرجين والمعدين، تشرفهم ليا طبعا في قريه منشاه النصر او كفر التبن، بلدي طبعا المتواضع اللي بفتخر ان انا بنتسب اليها. طب انا مع حضراتكم طبعا الاستاذ الدكتور صبري بديع، استاذ علم الاجتماع السياسي بكليه الاداب جامعه دمياط، ومواليد 23/6/77، وخريج كلية الأداب جامعة المنصورة دفعة عام 1999. طبعا حصلت على درجة الماجستير في 2003، ثم درجة الدكتوراه في 2007 والماجستير بعنوان الوعي السياسي في الريف المصري. حصلت على الدكتوراه في موضوع الشباب والمشاركة السياسية في مصر. بعد كده تطرقت للعمل الجامعي طبعا الى درجة مدرس، ثم حاليا درجة استاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الاداب جامعة دمياط. طبعا اشرفت على العديد من الرسائل الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص، في التخصص علم الاجتماع السياسي. بعض العديد من الابحاث ليها المؤلفات، طبعا مؤلفاتي كلها طبعا اكثرها في المانيا، تبع تنشر دوليا، والعديد منها محليا. طبعا كتاب الوعي السياسي طبعا اتكلمنا عنه، والشباب والمشاركة السياسية، والانتماء والمواطنة اتكلمت فيه عن عملية الانتماء، ازاي نزرع الانتماء
والمواطنه داخل الوطن وداخل شبابنا او لدى شبابنا سواء في الجامعه او خارج الجامعه، زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بياكد على حته المواطنه والانتماء، لان هي طبعا بتمنع عمليه الصراع في داخل المجتمعات وبتقوي من بتقضي على عمليه الصراع وعمليه استقطاب الجماعات الارهابيه لشبابنا طبعا اللي بيبدا يفقد الانتماء والمواطنه داخل الوطن، خاصه بعض الخريجين وما شابه ذلك. لازم ناخد بايدي هؤلاء الشباب حتى لا يكونوا في لا يستقطبوا من الجماعات الارهابيه التي تؤدي الى استغلالهم استغلال سيء، سواء كان بالمال او بغير المال من اجل القضاء او اسقاط الدوله المصريه. وده طبعا شفناه ولاحظناه في الجماعات جماعه الاخوان المسلمين، وشفنا قد ايه صرفت مليارات الجنيهات، الا ان الشعب طبعا على وعي وثقافه كبيره من بالالتفاف حول رئيسه السيد الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبذلك طبعا كل ده بيلعب دور كبير ان احنا بنعمل عمليه وعي سياسي وثقافي لدى الشباب من اجل عدم الاستقطاب نتيجه الجماعات الارهابيه او ما شابه ذلك، لان طبعا هؤلاء الجماعات تستغل هؤلاء الشباب طبعا في حته الفراغ الموجود في المجتمع، وبداوا يعملوا عمليه عدم وعي سياسي او تزييف للوعي الموجود. احنا شفنا النهارده عمليه التنميه الموجوده في المجتمع المصري شرق بورسعيد وما شابه ذلك وجميع المساكن والاسكان الاجتماعي للشباب، الدعم الكامل طبعا للعاصمه الاداريه الجديده والطرق والكباري، منظومه كبيره جدا جدا ما يشعر بها الا المواطن المصري اللي قاعد جوه البلد اللي عنده انتماء ومواطن للبلد. كل ده بيلعب دور كبير في ان هو بيساهم في ان يزرع عمليه الثقه والالتفاف حول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وبيساهم بدور كبير جدا في ايضاح الصوره السياسيه الموجوده، رغم وجود برضه طبعا حته المال السياسي الموجود طبعا النهارده شفناه في العمليه الانتخابيه، الا ان برضه الشعب عنده وعي وثقافه ان هو هيصوت لمين او هينتخب مين، لان النهارده العوز السياسي اللي استغلوه في 1866 طبعا اول نشاه مجلس النواب او مجلس الشعب سابقا، كان سابقا 1866 كانوا بيستغلوا طبعا حته العوز السياسي او عدم وجود راس مال او الفقر للناس الموجوده. فطبعا النهارده بعض الناس كتيره جدا حاولوا بهذه الطرق بحته المال السياسي يشتروا الاصوات وما شابه ذلك في دوائر كتيره جدا، الا ان النهارده الناس ما عادش عندها وعي كبير جدا، ونظرا للثقافه المنتشره النهارده احنا في عصر التطور التكنولوجي هائل زي وسائل التواصل الاجتماعي النهارده بدات تلعب دور كبير في تثقيف الناس وزياده وعيهم السياسي والاجتماعي والاسري والالتفافهم حول رئيسهم السيد عبد الفتاح السيسي طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده بنشوف شهدائنا طبعا في سيناء وفي اماكن اخرى بيحاولوا بقدر الامكان يعني يضحوا من اجلنا، وازاي النهارده هو قاعد في سيناء النهارده بيدافع عنك وعن وطنك، فبالتالي بدات الناس تدرك مخاطر الارهاب وكيفيه قضائه على الوطن كله سواء مصر او الدول العربيه بصفه عامه. طبعا شفنا ولاحظنا الفتره الاخيره مؤتمرات الشباب اللي اكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيفيه احتوائه لهؤلاء الشباب، و يعني عمليه تلقين وتعليم وتثقيف سياسي وقيادي من خلال المؤتمرات الشبابيه حتى يتم ضخهم كصف ثاني او ما شابه ذلك للمنظومه المصريه، وحتى وكوادر شبابيه جديده نقدر بعد كده نعتمد عليهم، وفي نفس الوقت يبقوا متعلمين تعليم صح على ايادي علميه والمواطنه، وتاكيدهم على عمليه الانتماء والمواطنه الاجتماعيه والسياسيه الموجوده في المجتمع. لان طبعا المواطنه والانتماء بتلعب دور كبير في الشباب لدى الشباب ومن اجل عدم وجود صراعات، وزي ما اتكلمت قبل كده عن حته الاستقطاب السياسي استقطاب الجماعات الارهابيه للشباب يا جماعه اصبحت طريقه خطيره وبيؤدي الى انهيار المنظومه. انا كنت عايز اسال حضرتك اتفضل. يعني انا هتكلم بشكل ان الشباب بيواجه التحدي. انت عارف ان حضرتك كده الانتخابات معركه وبتبقى معركه شرسه. بدات الفكره ازاي وكان الهدف منها؟ فكرت فيها؟ كنت عارف ان انت هتخوض معركه شرسه وبتراهن على ايه في الانتخابات؟
طبعا انا باخد الانتخابات طبعا ماديا، طبعا غير مادي غير انها ماديا، لان طبعا انا طبعا استاذ جامعه، وبرغم ظروفي الماديه الا ان برضو حاولت قلت احاول اراهن على فكر وثقافه الشباب النهارده اللي طالب بالتغيير، واللي طالب بتغيير في ثوره 25 يناير، واللي طالب بالتغيير في ثوره 30 يونيو، وهو برضو اللي هيطالب بالتغيير بقيادات شبابيه جديده للمجلس النواب. وكان كل هدف ان شاء الله ان الشباب النهارده عنده وعي جامد جدا سواء ثقافي او سياسي او ما شابه ذلك. فبالتالي انا براهن على التحدي اللي هيقوم به الشباب وهيقوم بالتصويت والمشاركه، وعدم عمليه عدم وجود عزوف سياسي زي ما كنت متوقع قبل كده في الدورات اللي فاتت او في المنظومه السياسيه، لان انا كنت طبعا موضوع الدكتوراه بتاعتي عن الشباب وازمه المشاركه في الاحزاب السياسيه سابقا، لما ظهر عندنا حته السلبيه واللامبالاه لدى الشباب بدا الشباب يفقد المصداقيه وبدا يفقد الوعي السياسي او عدم اهتمامه بالمنظومه السياسيه، لانه طبعا كان مدرك ان كل اللي يطلبوها يجي بمعنى اصح. فبدا بعد كده الشباب الوقت حاليا يدرك ان في تغيير حقيقي بيحصل على ارض الواقع، سواء من القيادات السياسيه، القيادات السياسيه مهتمه جدا بالشباب وبتتمنى يعني تضخ كم كبير في جميع المؤسسات الحكوميه من القيادات الشبابيه الجاده اللي هي بتقدر الطموحه اللي بتقدر تعمل عمليه تغيير فعلي حقيقي على ارض الواقع. اتفضل. ارجع لحضرتك تاني برضو عن دايره شربين دي كيرنس بني عبي. احنا شايفين بقينا فتره بنعمل جوله في الدايره في محافظه الدقهليه بشكل عام. حضرتك شايف الدايره دي ماشيه ازاي في العمليه الانتخابيه؟ وفي حال قدر لك النجاح ان شاء الله، ممكن تقدم ايه للشباب وبرضو تنصحهم بايه في عمليه التصويت؟ ان شاء الله. في الاول طبعا دايره ديكيرنس شربين وديكيرنس وبني عبيد، طبعا الدايره كبيره جدا النهارده وفيها 45 مرشح، وطبعا الكل بيراهن على رغم وجود الصراع المالي السياسي، الا ان انا متاكد مليون في الميه ان النهارده الاصوات مش هتشترى كما كان سابقا، لان النهارده الناس الشباب عنده وعي جامد جدا، والنهارده الدايره ان شاء الله هنقدر نساهم. طبعا انتوا حضراتكم عارفين ان عضو مجلس النواب دوره اول حاجة تشريعي ورقابي، طبعا تشريع القوانين هنكون بفضل الله بأمر الله يعني إن شاء الله هنكون في على يعني أنا راجل من الطبقة المتوسطة جدا عادي خالص، وحضراتكم صورتوا معايا وشوفتوا احنا شفنا وأنا والبيت وأنا من الحياة الاجتماعية المتواضعة، وده على فكرة بيبقى تحدي والشباب بيحبوا التحدي في الحاجات التواضع بشكل عام والحاجات البسيطة، كلنا بنبقى طالعين من الأسر البسيطة أماكن ريفية جميلة زي اللي احنا شايفينها. برضو كنت عايز اعرف برضو من حضرتك البرنامج الانتخابي اللي انت ممكن تقدمه للدائرة ايه لشباب وللمرأة وللطفل وأيضا للشيوخ؟ طبعا أول حاجة نهتم بها طبعا المنظومة التعليمية، لأن المنظومة التعليمية دي بتشمل جميع المستويات الاجتماعية، لأن طبعا تقدم المجتمعات وتطورها وازدهارها بيقوم على التعليم اللي هو العامل الأساسي، والاهتمام بالتعليم وتطويره وإنشاء بعض المدارس وزيادة نسبة المدارس في القرى والمجتمعات الريفية طبعا، والاهتمام بالمجال التعليمي. اثنين طبعا الاهتمام بالمستوى الصحي او المستشفيات وتطويرها وزيادة بعض قدراتها الاستيعابية الموجودة من مستلزمات طبية وما شابه ذلك طبعا. بعد كده ممكن نهتم اكيد هنهتم طبعا بمنظومة المرأة، لان المرأة هي اساس كل شيء طبعا، بتقوم على تربية الجيل او النشء الجديد او النشء بصفة عامة. الاهتمام بمنظومة الطرق الموجودة المتهالكة طبعا في العديد في الدائرة كلها، وفي دائرة طبعا عندنا طبعا موجودة في شربين وفي كل دائرة ديكيرنس وبني عبيد، الاهتمام بالقرى وبالطرق والمواصلات والمصالح وفتح مجال جديد عن طريق تعيين الشباب من خلال المشروعات الصغيره، الاهتمام بالمشروعات الصغيره وحتى لا يتم القضاء على البطاله، وحتى لا يتم استقطاب هؤلاء الشباب الى مجال ديني اخر متطرف من خلال الجماعات الإرهابية، لاستغلالها طبعا العوز المادي أو المالي لهؤلاء الشباب،
وان شاء الله نكون بكره احلى ان شاء الله. وبقى راهن على فكر الشباب ووعيه وثقافته. الشباب النهارده قادر يغير كل شيء زي ما غير في ثوره 25 يناير وغير في ثوره 30 يوليو، وقدر بالظبط ان هو يقدر يقاوم الدوله ويوقف الدوله على رجليها النهارده. وطبعا في تنميه واضحه جدا ومشهود لها في كل العالم مش في مصر بس. ان شاء الله انا امل كبير في الشباب في التغيير، اللي هو يعني يحاول بقدر الامكان يختار صح ويحاول يدعم الشباب بقدر الامكان، لان الشباب هو المستقبل، بل هو الجيل القادم بأمر الله. والاهتمام وبكره ان شاء الله احلى بأمر الله في المنظومه التعليميه وفي كل المجالات بأمر الله. حضرتك رساله اخيره لاهل دايره شربين ودكرنس وبني عبيد. بقول لاهل دايره شربين ودكرنس وبني عبيد، يعني انا بعاني من نفس اللي انتم بتعانوه، وانا يعني استاذ جامعه قريب وراجل من طبقه متوسطه بسيطه جدا جدا، وحضراتكم هتلاحظوا يمكن كمان العامل المادي طبعا اللي عندك ما فيش لافتات كتيره جدا ولا متوفره بطريقه زي ما حضراتكم شايفين طبعا الكم المال السياسي الموجود في اللافتات وما شابه ذلك. وبقول دايرتي كلهم دكرنس وبني عبيد وشربين ان شاء الله ربنا يقدرنا نكون عند حسن ظنكم، واكون خادما لكم وملبيا لكل حوائجكم بامر الله. وان شاء الله انا بكره احلى بامر الله، بكره احلى، بكره احلى مع الشباب ومع البرنامج الجميل. دكتور شاب، ولزي ما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي عايزين الشباب، هذا الشاب راجل دكتور، راجل بسيط جدا، راجل بول بكره احلى، راجل نازل من اجل الفقراء. احنا كلنا مع الدكتور باذن الله، ودعمه وظهر ليه وسند ليه. نقول له دكتور ما تخافش، كل الشباب معاك، كلنا معاك، كلنا معاك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي رامي بديع عبد المطلب، معلم اول لغه عربيه. اول حاجه انا جاي ادعم الاخ الاكبر ليا دكتور صبر بديع، رمز الكمبيوتر رقم 26، مش عشان اخ، لا انا شايف فيه الشاب الطموح اللي دايما كان مكافح وبيبحث عن حقه بكل الطرق الشرعيه، ووصل لحقه وبقى استاذ دكتور في جامعه دمياط كليه الاداب قسم علم الاجتماع السياسي، وراجل استاذ علم اجتماع سياسي. وانا شايف ان هو ان شاء الله هو اللي ينهض ويقدر يحلل القوانين اللي بتسن في مجلس الشعب قبل وصولها الى الارض الواقع، قبل ما تاثر على الغلبان او الفقير داخل الدايره. شايف ان هو طموحه عالي جدا، وبدعمه بكل ما املك ومعاه في كل مكان، وكل الشباب ان شاء الله معاه منشاه النصر شربين دهلي. محتاجين دعم الجميع في دايره شربين دكرنس بني عبيد. طبعا الاستاذ الدكتور الجانب المادي ضعيف، الحاله متوسطه الحال، ما فيش لافتات مثلا تقدر نوصل بقى لاخر الدايره في بني عبيد. محتاجين دعم الجميع مع الاستاذ الدكتور صوتي. اللي هو تخصصه علم الاجتماع السياسي، اللي هيقدر يحافظ على حقوق الناس داخل الدايره. وبوعدكم باذن الله رب العالمين ان هو قادر باذن الله رب العالمين ان يوصل لكم في كل مكان، ويقدر اي انسان منكم هيقدر يوصل لنا، هنجيب له حقوقه اذا كان مظلوم في اي قضيه معينه او في اي شيء. دعمكم شرف لنا في كل دايره شربين دكرنس بني عبيد، حتى لو ما قدرناش نوصل باللافتات او يقدر ان شاء الله رب العالمين الجميع يسمع البرنامج ويتفرج على بكره احلى مع قناه الصحه والجمال، ويقدر يدعمنا يدعم الاستاذ الدكتور صبري بديع علم الاجتماع السياسي كليه الاداب جامعه دمياط رقم 26 رمز الكمبيوتر. مرحبا، بقدم لحضراتكم اسرتنا المتواضعه، الحاج بديع والدي، وكان موظف في الاسكان في المنصوره وعلى المعاش حاليا، والاستاذ رامي بديع مدرس لغه عربيه، وطبعا ليا اخت استاذه نجلاء مدرسه رياضيات، وهي دي اسرتنا المتواضعه. وبنحاول بقدر الامكان نعمل عمليه وعي للشباب او المثقف ان يدعم الشباب ويساعد على نهضه المجتمع بالشباب. والدي يتكلم، يتفضل يقول للدايره. بنشكركم اولا، وبنشكر الدايره كلها وبلدنا وناسنا وبلدنا وشباب بلدنا، ان هم بس ان شاء الله يدعمونا ودعموا الدكتور صبري، لان ان شاء الله بهم هنطلع هننجح ان شاء الله، وربنا ان شاء الله ينجحنا بهم ان شاء الله وبغيرهم. واحنا ان شاء الله اولادنا علمناهم من عرقنا، والحمد لله من ناظرين حاجه من حد غير ان شان البلد تقف معانا وحبايبنا يقفوا معانا في كل مكان ان شاء الله. شكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أول ببدأ كلامي أرحب بقناة الصحة والجمال في المجمع الطبي بكفر الأطرش التابع لجمعية تنمية المجتمع بكفر الأطرش. أنا خالد شعبان نباتة أمين صندوق جمعية تنمية المجتمع بكفر الأطرش. أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام اللي حضروا وشرفوا هذا اليوم المركز الطبي الخيري. نبذة صغيرة عن المركز الطبي الخيري بكفر الأطرش. يوجد المركز الطبي الخيري بكفر الأطرش بالجهود الذاتية على أبناء قرية كفر الأطرش والقرى المجاورة جنبها. عندنا جميع التخصصات في الكشفات، عندنا أسنان، عندنا أنف وأذن، عندنا عظام، عندنا علاج طبيعي، عندنا بطنة، عندنا جميع التخصصات. الكشف عندنا ب30 جنيه يعني لخدمة المواطن البسيط الغلبان، وبالناشد كل واحد مش قادر يكشف عندنا مجانا لحساب الجمعية. ولا واخدة تبرعات من حد ولا بتحتاج تبرعات من أي إنسان. الجمعية قايمة بذات نفسها من يوم ما نشأت. رحمة الله عليه الدكتور رفعت أبو العلا من يوم ما نشأ هذا المكان الطيب ما فيش حد بيجدد في أي حاجة، كله من مجهود الجمعية كلها. كشف من المواطن البسيط كالآتي: 20 جنيه للدكتور و10 جنيه بتصرف على الجمعية. عندنا من 10 جنيه بتصرفوا على الجمعية ديت عندي شفتين مأمن منهم على خمس تمريض، مأمن منهم من 10 جنيه اللي باخدها. بصرف كهرباء ومية ونظافة وكل حاجة من 10 جنيه والحمد لله مكفية والحمد لله تمام. عندي في جمعية تنمية المجتمع عند دار الحضانة عندي ب30 جنيه للطالب. 30 جنيه للطالب، الطالب بتاع دار الحضانة بده ب30 جنيه. عندي مشغل فتيات بعمل احدث الملايات والمفارش وعندي كل، عندي منحل في جمعية تنمية المجتمع، منحل ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يبارك في هذا المنحل ده بيبيع عسل وانتاج عسل، بيجيب انتاج عسل كتير، بنبيع الكيلو بتاعه ب45 جنيه لمحدود الدخل. وده كل دي مساهمة من جمعية تنمية المجتمع لجمعية تنمية المجتمع للمواطن البسيط، المواطن البسيط. واشكر السادة اعضاء مجلس الادارة المحترمين المهندس احمد عبد الرحمن اسماعيل والاستاذ عوضين محمد عوضين سكرتير الجمعية والاستاذ نصر علام عضو مجلس ادارة والاستاذ سيد سليمان سالم عضو مجلس ادارة والاستاذ محمد كامل الجندي عضو مجلس ادارة. بكل مجهودات اعضاء مجلس الادارة المحترمين النهاردة ده حصاد هذا المجمع الطبي وحصاد كل حاجة في خدمة المجتمع المصري. وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسنا المحترم بيقول نساعد محلول الدخل، احنا فعلا بنساعد محلول الدخل. انا لما بنكشف على عيان ب 30 جنيه باخد منه 20 جنيه، طب انا بساعده مساعده كويسه جدا. والعيان اللي ما بيقدرش بنساعده، الجمعيه اللي بتساعده مش انا ولا مجلس الاداره، بيجي للجمعيه وان شاء الله بيقوم وبنكشف عليه في جميع التخصصات. اولا عندي نخبه من الدكاتره، نخبه جميله جدا، وخاصه الدكتور زكي داوود اللي قايم ليل نهار في هذا المجمع لخدمه المجتمع الاطرشي. هذا الرجل فضل من الله يعني، ولا زكى الله هذا الرجل في اي وقت بنضرب عليه تليفون الحقنا يا دكتور على طول طلقه ان الان موجود في المكان مسافه 10 دقائق. وشكرا لقناه الصحه والجمال على المجهود وعلى حضورها لنا النهارده في كفر الاطرش، وشرف لنا ان انتم شرفتونا النهارده في كفر الاطرش بصحبه الاستاذ شاكر سرايا اخويا المحترم وربنا يبارك فيه وجعله في ميزان حسناته. اسيب الدكتور زكي داوود بقى مع حضراتكم الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا نتشرف بقناة الصحة والجمال في المركز الطبي بكفر الأطرش التابع لجمعية تنمية المجتمع بكفر الأطرش، ونشكر تواجدكم معنا في هذا اليوم. يعني أنا عايز أبدأ أعرف أهالي كفر الأطرش والقرى المجاورة عن المركز الطبي والمجهودات العظيمة التي يقوم عليها من إجراءات الكشف
في كافة التخصصات من وجود حضانة. وبالنسبة حضرتك لموضوع الكشف ده بيكون بأجر رمزي وعندنا نخبة من الأطباء المتميزين، يعني بالنسبة حضرتك لأطباء الرمد دايما متواجدين بالتبادل، أطباء الأسنان متواجدين بالتبادل، بالنسبة لاستقبال كافة حالات الطوارئ أنا متواجد معهم، وبالنسبة لحالات الأطفال والبطنة. طبعا المركز الطبي بكفر الأطرش بيقدم رعاية طبية متميزة في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، كما يوجد بالتبادل فترة مسائية من 2 ظهرا وحتى 7 مساء أو حتى انتهاء العمل اليومي. وأحب أنوه كافة الأهالي إن المركز الطبي موجود به مجموعة من الأجهزة المميزة جدا، يعني في جهاز جهاز أشعة تلفزيونية ياباني، هذا الجهاز يقوم بعمل السونار ويقوم بعمل الإيكوكارديوغرام. يوجد بالمركز غرفة خاصة للاستقبال، هذه الغرفة لاستقبال الحالات الحرجة، يعني عندنا جهاز سيباب، عندنا اسطوانات اكسجين، عندنا اجهزة استنشاء، عندنا جهاز رسم قلب. بالنسبة حضرتك لغرف العيون مجهزة تجهيزات كاملة وتجهيزات عالية الجودة، ويتم تحديث الاجهزة باستمرار، وذلك تحت رعاية مجلس ادارة الجمعية، جمعية تنمية المجتمع بكفر الاطرش، ونوجه لهم كافل الشكر. بالنسبة حضرتك اليومين دول الناس قلقانين من موضوع الكورونا او موضوع انتقال العدوى، طبعا احنا عندنا في المجمع الطبي بلطرش تحت رعاية امين عام الجمعية والاخ الفاضل الاستاذ خالد نباتة، طبعا مسؤولين جميعا ومتكافلين ومسؤولين مسؤولية كاملة عن الانفكشن كنترول او تنظيم العدوى في المجمع، بحيث ان احنا عندنا كافة المطهرات، عندنا مطور لدرجة ان احنا بنجيب مطور رش، نرش المكان، نرش السلم، نرش المدخل، نرش الحضانة، بحيث ان ما يتعرضش اي مريض عندنا العدوى، وبنلزم كافة المرضى وكافة وقبلهم الاطباء وقبلهم التمريض بارتداء الجوانتي وارتداء الكمامة وارتداء اليونيفورم. وهذا شيء يرجع الفضل لله ولمجلس إدارة الجمعية. وطبعا مصر تمر بظروف يعني تحتاج إلى وقوف الجمعيات الخيرية الأهلية ومجلس الإدارة إلى جانب المريض المصري، ونتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية بما تقوم به من مجهودات عظيمة ومن مستشفيات تم تحويلها إلى أماكن حج ورعاية طبية كاملة حفاظا على المواطن المصري. نناشد كافة الأهالي في كفر الأطرش وكافة القرى المجاورة التوجه إلى المركز الطبي بكفر الأطرش، لأن هناك خدمة طبية عالية جدا، حفاظ على سلامة المريض، ويعني وذلك يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى وإلى مديريات التضامن الاجتماعي وإلى مجلس إدارة الجمعية وإلى السادة الأطباء المتواجدين باستمرار. وإحنا تناقشنا مع مجلس إدارة الجمعية بحيث إن إحنا ممكن نعمل المجمع الطبي بكفر الأطرش استقبال فترة ليلية، ونستعد جميعا للمرحلة القادمة، وإن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق. وبالمرة الثانية أشكر قناة الصحة والجمال على تواجدهم اليوم في المركز الطبي بكفر الأطرش، ونشكر بالأخص الأستاذ شاكر سرايا لتواجده معنا في هذا اليوم وكافة إدارة القناة. ورجعنا لكم تاني ونكمل بقية فقراتنا. دلوقتي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتمسنا كلنا، هنتكلم دلوقتي عن السلام النفسي. معانا النهاردة مدربة محترفة في مجال التنمية البشرية والتدريب النفسي والأسري، منوردة النهاردة في حلقتنا الأستاذة أماني صلاح الدين من مدينة المنصورة. بنرحب بيك أستاذة أماني. أهلا بيك يا فندم. أستاذة أماني، عاوزين نعرف كده في بداية الحلقة مين أماني صلاح الدين اللي مكسرة الدنيا في جامعة المنصورة تدريبات ونزلت مدارس عندنا في المنصورة وكده، يعني مين أماني صلاح الدين؟ أنا أماني صلاح الدين من المنصورة، أنا خريجة خدمة اجتماعية بورسعيد جامعة قناة السويس. خريجة خدمة اجتماعية تمام فرع بورسعيد. أيوة تمام.
يعني هو بص، هو الحوار كله من البداية بيتلخص في كلمتين. انت تفكيرك ازاي، بتبص للي قدامك ازاي، نظرتك للحياة عاملة ازاي، بتحاول تعمل الخير، بتعلم الناس القواعد الأساسية للتربية السليمة، التربية الصحة النفسية والتربية السليمة. يعني مثلا لو انا طالب مثلا في المدرسه في وسط مثلا طلاب وفي وسط مثلا مدرسين واداريين، اتعامل ازاي مثلا عشان اوصل للسلام النفسي، ابقى راضي عن نفسي وراضي عن اللي حواليا راضين عليا، ازاي اوصل للمرحله ديت مع الطلبه وكده، اعمل ايه مثلا؟ هو بيرجع من البدايه، من الاسره، من البيت. البيت نفسه، التربيه الدينيه الصح، انت اتربيت ازاي، الوازع الديني. طبعا تمام. والتربيه الاثنين، يعني الوازع الديني وبعدين التربيه بعدها. التربيه ان انت بتتربى ازاي، تحترم الكبير، تعطف على الصغير. تمام. في فرق، يعني لازم تحترم الكبير، وده للاسف احنا بقينا مفتقدين ده في الوقت ده حاليا بشكل بشع جدا. يعني الوازع الديني اكيد طبعا اهم من اي حاجه، والتربيه السليمه، وان انا يعني لازم اتربى على ان انا احترم الكبير. تمام. ان انا ازاي يعني ما ينفعش ان انا اتعدى عليه في اسلوب في الكلام، ما ينفعش ان انا اتعدى عليه في ال، يعني مثلا لو طالب مثلا في الفصل اهوت، ازاي اتعامل مع الزميل اللي قاعد جنبي في الفصل، اعمل معاه ايه؟ نحب بعض، يبقى في اخوه بيننا وبين بعض، يبقى في حب، في بترجع للراحه النفسيه للي قدامي دوت، وضعه ايه بالظبط، بيتعامل ازاي، لو عنده مثلا واجب مثلا ناقص، بنساعد بعض، ولو في معلومه ناقصه انا بوصلها له، انا عندي معلومه ناقصه بيوصلها لي، بنحاول نعرف بعض الصح فين بس من الغلط. يعني نساعد بعض في مثلا ماده علميه ممكن اكون انا بفهم فيها اكتر من ماده ثانيه، هو نفس في حاجه ثانيه، هو مميز عني في الحاجه الثانيه دي، فلازم نساعد بعض. تمام. يعني احنا عشان نوصل للسلام النفسي، في لو انا كطالب اساعد زميلي، ده بيوصل لي نوع من الرضا كده. بص، حب لاخيك ما تحب لنفسك. تمام. لازم طيب لو احنا انا دلوقتي موظف مثلا في شغل، مثلا في شركه، او مثلا شغال مثلا في اي مؤسسه سواء خاصه او حكوميه، اوصل لمرحله السلام النفسي ازاي؟ بص، هو بالنسبه للشغل وعلاقتي بزمايلي في الشغل، يعني هو المفروض ان انا يعني احترم نفسي، ما اوصلش معلومه لحد اكبر، المدير مثلا بتاعي او السلطه الاعلى مني عن انا ما بحبش اللفظ ده، بس ما علينا، هو ده فعلا دي حقيقه، يعني دي اكتر حاجه يعني بتهز الثقه بيننا وبينه. اكيد طبعا، يعني اكيد بتقمص شخصيه عصفوره ده، ويروح مثلا يوصل مثلا عشان يكسب مثلا نقطه عند المدير بتاعه مثلا. لا، وحش قوي الموضوع ده، ما ينفعش اصلا. يعني ان انت توصل حاجه عشان توصل لشكل تبقى او كلام معين او يتلقى معين، فتوصل معلومات غلط، فطبعا ما ينفعش خالص الموضوع ده. لازم نخاف على بعض ونبقى محترمين مع بعض، ما نوصلش حاجة لمجرد ان انا عايزة يعني ابقى متسلقة. يعني ما ينفعش ان انا اتسلق على الاخرين. طيب لو انا مثلا طالب في الجامعة، عندي مثلا محاضرات وعندي زمايلي قاعدين معايا، التعامل ازاي يكون مع زمايلي اللي معايا في الجامعة عشان اوصل برضه لمرحلة الرضا، يبقى كله راضي عني وهم راضي عن نفسي وكله من غير ما اظلم نفسي، اوصل لده ازاي؟ والله هو برضو لازم، يعني انا بقول لك نحب بعض، ان انا يعني ابقى معاك لو احتجت لي في حاجه، اقف جنبك لو احتجت مني اي حاجه، ابقى واقفه معاك فيها، ابقى جنبك فيها، احتجت مني مساعده اساعدك. لو انا مش هقدر اوصل له ازاي؟ يعني مثلا وقت مثلا مش سامح ان انا اساعده النهارده، اوصل له ازاي؟ والله بقى العلاقه، لا توصل له ان انت مش قادر تعمل له حاجه ازاي؟ مثلا لا، ما هو ده بيبقى راجع ليكم انتوا الاثنين مع بعض، يعني مدى علاقتكم ببعض عامله ازاي. انا واثقه فيك، انا في بيني وبينك احنا اخوات، وبنتعامل مثلا في المكان ده بشكل كويس. النيه السليمه نفسها بقدر ظروفك، يعني انا بقدر ظروفك اصلا، فحته ان انا مش محتاجين نوصل لبعض لان اوريدي احنا عارفين احنا هنوصل لايه مع بعض. اوكي، يعني ملهاش علاقه دي، يعني احنا مش محتاجين، طالما حسن النيه متوفر بينا احنا الاثنين، يبقى ما ينفعش ان انا اقول اوصل ازاي. انا فاهماك من غير انت ما تتكلم، انا فاهمه انت عاوز ايه، طالما في الحته دي، طالما في الثقه،
خلاص مش محتاج اي حاجه. تمام. طب ازاي العمل الخيري اداه من ادوات الوصول للسلام النفسي؟ طبعا ده مهم جدا. بنشوف مثلا مين محتاج، بنشوف لو اي حد محتاج حاجه بنحاول نشوف الناس اللي ممكن تساعد، بنقرب منهم، بندور عليهم، وبنشوف المجال ايه وبنحاول نظبط فيه. طيب زي ايه مثلا يعني العمل الخيري؟ هل هو مقتصر مثلا على توزيع شنط الخير؟ لا طبعا لا خالص. زي ايه مثلا انشطه زي ايه مثلا؟ اصل شنط الخير ده ما تعتبرش اللي هي الاساس، يعني ان انا والله بقى ممكن عمل الخير ده بيتلخص في حاجه ان انا ممكن لو في مجال للشغل افيدك فيه، ان انا اوديك مكان تشتغل فيه بحيث ان انت تكسب يومك عن طريق شغلك انت، ده عندي احسن مليون مره من عمل الخير اللي هو شنطه الخير دي. فتح باب رزق. طبعا هو ده اهم، طبعا دي اهم يعني حاجه. يعني مثلا بينطبق عليه مقوله اعطني لا تعطيني سمكه ولكن علمني الصيد. يعني تعلمني الصيد كده اكيد. كل يوم اكيد مره واحده. طبعا طبعا. اصلا انا النهارده على شنطه الخير ده انا اعمل بها ايه؟ اكله جات لي النهارده لو ما جبتليش بكره خلاص الموضوع انتهى. يعني قصدي حضرتك يعني ده طبعا يعتبر انطلاقه او نفسنا نتقدم فيه او نتوسع فيه. والله انا بتمنى ان احنا ندور على مجال الناس تشتغل من خلاله حاجه تفيدنا، تفيد الشباب مثلا في حياتهم. ده اهم كتير قوي من حته ان انا اعمل شنطه خير واعمل كذا واعمل كذا. في مريض بيحتاج مساعده، بنلم مساعدات عشان نساعده، بنروح مستشفيات نشوف هم محتاجين ايه بالظبط، ايه اللي ناقصهم ونساعد. بيبقى في ناس قاعده، ناس غلابه جدا في قدام المستشفيات وهنا وهنا مش عارفين يجيبوا حق العلاج لاولادهم وظروفهم تحت الصفر. فالطبيعي ان انا لو قادره اساعد هساعد يعني. تمام. طيب ايه اثر فعل الاعمال ديت على حضرتك مثلا او على الشخص اللي بينزل ده وبيحس بيه مثلا؟ راحه نفسيه كبيره جدا وقرب من ربنا، و في حاجات كتيره جدا بتتفتح له. طب نقول ايه مثلا للشخص اللي مش عاوز ينزل او عنده احجام عن النزول مثلا للعمل الخيري وكده؟ انزل انزل وساعد الناس، انزل ودور على، شوف مين محتاج وحاول تقف جنبه، شوف مين محتاج لمجهوداتك عشان تبقى معاه. يعني ما انزل انزل، والناس في كتير قوي في الشارع ظروفهم زي الزفت مش حلوه خالص يعني. فانزل. اماني اسمحي لنا بقى في نهايه الحلقه نلخص كل ادوات الوصول للسلام النفسي اللي احنا قلناها كلها، نوصل لها ازاي؟ احنا قلنا العمل الخيري دي نقطه، ممكن ايه كمان؟ العمل الخيري قلنا ماشي. ما هو مش العمل الخيري بس، حسن لازم لازم تحترم الكبير. لازم دي اهم حاجه، لازم تحترم مدرسك في المدرسه، لازم تحترم دكتورك في الجامعه، لازم تحترم الاكبر منك اخوك، صوتك ما يعلاش. وهو برده ما هو انت عشان انا احترمك لازم انت تكون حنين، تكون حنين عليا. طيب كلمه ثانيه واخيره لنظره المتقمص شخصيته العصفوره في الشغل، بنقول ايه ثاني؟ احترم نفسك بقى. واستاذه اماني بشكر حضرتك جدا. ميرسي. وفي نهايه الحلقه بنشكر ضيفتنا الكريمه الاستاذه اماني صلاح الدين، مدربه تربيه نفسيه واسريه من مدينه المنصوره وخريجه معهد الخدمه الاجتماعيه فرع بورسعيد. بنشكرها جدا على موافقتها ان هي تظهر معانا النهارده، وان شاء الله نشوفها ان شاء الله في اعمال كثيره ان شاء الله في مدينه المنصوره وفي مصر كلها ان شاء الله. تابعونا لسه معانا حلقتنا ما تختفش، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.